بالتأكيد الدور القوة الجوية دور كبير في زخم إدامة القدرة القتالية، وكذلك رفع المعنويات بالنسبة للقطاعات العسكرية وكذلك للشعب. أحب أنوه هنا إلى موضوع مهم جدا، بأنه اليوم مشاركة القوة الجوية تمتاز بكوادرها 100% من الفنيين والطيارين. فهذه أول إن شاء الله بادرة خير، ونطمئن شعبنا ونطمئن قيادتنا بأنه القوة الجوية موجودة وحاضرة في كل المحافل والمفاصل إن شاء الله، لدعم الاستقرار الأمني لشعبنا وملاحقة فلول الإرهاب أينما يكونون. سيد قائد القوة الجوية حرص من ليلة أمس أن يكون هو مع انطلاق الطلائع الأولى لطائرات القوة الجوية، طائرات السيخوي، لإسناد قواتنا البرية أسود البر في قاطع الجزيرة والأنبر. تواجده معنا كان خير دعم، وأعطانا زخم، وللطيارين أعطاهم بعض التوجيهات الخاصة بتنفيذ الطلعات ومراعاة قواعد الاشتباك. كل هاي أخذنا توجيهات من عنده ونفذت الطلعات، وهي حاليا الطلعات الثانية تنفذ. فإن شاء الله خير وبركة وأمان للشعب العراقي جميعاً.